هقول لكم انا ليه عملت كده، هعترف لكم بكل حاجة. حاضر يا ماما، هاتي ست، هاتي قوام يا ماما. ليه يا ست ماما؟ عشان ابوس بابا قبل ما اديني انا بوسة بابا، عشان بابا مش موجود. مش موجود؟ مش موجود ازاي؟ انا شفته بالليل لما جه ونام. اصلهم طلبوه في المستشفى عشان عمليه مستعجله قوي. تعرف يا ماما؟ ها؟ مش حق. الله بنت، وبعدين تعالي هنا. طب اجي لك انا؟ قولي لي بقى كنت عايزه تقولي ايه؟ مش حق. عشان خاطري لازم تقولي. تعرف يا ماما، انا لما اكبر مش هتجوز دكتور ابدا. ليه؟ عشان ما يسهلنيش كل ليله وبات في المستشفى. يا ماما يا جماعه، انت ما بتشتغلش. احنا
المستشفى. والفضل. طب اسمعني انا من ساعتين بس. اقول لك انا على البروجرام؟ قولي يا ستي. مش هقولي. قولي. اولا هسيبك تنام لما تبقى ايه الساعه 11. وبعدين اصحيك من النوم ونزل اشتري شويه حاجات انا وانت. زي ايه؟ بلوستين وفستان كوكتيل وزازه فرفان ونص زازه شرابات بس. ده كله. وبعدين ايه يكون جه ميعاد الغدا. كويس؟ هتتغدى انا وانت وتخش تنام حسابك تنام الساعه 4. تكون تكون ايه البنت جت. تكون البنت جت ناخدها ونروح ايه سميراميس. نقعد شويه عند ال عند ال عند السور بتاع هناك. وبعدين ايه؟ نسيتي. خدي يا اختي. وبعدين ايه تكون البنت جت ناخدها ونروح ايه سميراميس. كويس؟ نقعد هناك لما تبقى الساعه 6. وبعدين نروح سينما ماتينيه في فيلم جنان بتاع ريتا هيورس. نقعد فيه لحد الساعه 9. نيجي ننيم البنت وننزل انا وانت نسهر بره. ايه رايك؟ لا تنام. ده بروجرام تستاهلي عليه. بس نسيتي حاجة مهمة يا شاطرة. ايه؟ انا اللي اكلم. تكلمي. هلو. ايوه دكتور محمود موجود. نقول له مين؟ مستشفى. قول لهم انك عيني بتموت ما فيش حد تقول. ايوه رشدي. ها؟ ها؟ طيب ادوني حقن الكافور انا جاي بعد الظهر. ها؟ مصران اعور؟ طب حضر اوضه العمليات. انا جاي حالا. طيب. مصران اعور قول لي. يعني هتنزل. يا ستي مصران. وانا مالي؟ قول لي. ها؟ مصران؟ اه مصران. بتاع مين؟ بتاع العيان. ست ولا راجل؟ ما اعرفش. تعالي. قال لما تقول لي الاول. بس تعالي بس. طب استنى الاول. يبقى خلي بالك من العملية اللي بتاخد 3 ساعات. باي باي. مستشفى عملية تليفون. اوه هتتجنن. ايه الست الكبيرة تعبانة قوي. ايه دي بيجيلها دايما كده على غفله. لا ابدا مدام هتاخد حقنه دلوقتي الصراحه. خلي بالك. تعبناكش معانا قوي. لا 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 ابدا مفيش تعب. مسكينه ماما كانت تعبانه قوي. هي عندها ايه؟ عندها رب. ولما بتجيلها الكريزه بتصعب عليا قوي. بتحبيها؟ زي ماما تمام. يا سلام تبقي بتحبي ابنها قوي. طبعا انا ليا مين في الدنيا غير جوزي. اتفضل. على كده بقى مش هنروح للخياطه النهارده. فكرتيني بحكايه الخياطه. معلش معلش نروح لها وقت تاني مش مهم. لا 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 ابدا ما دام اخذت الحقنه هتروح حالا. انا لو ما كنتش كلمتها ومستنيانا كنا رحنا اي وقت. لا نروح دلوقتي بس اكلم محمود في التليفون. طيب. والقماش اللي هتفصليه جاهز؟ ايوه موجود. هلو كتكوت. لا مؤاخذه اديني الدكتور محمود رمزي. قول له البيت. انا اصلي جبت لها حته قماش واحده بس عشان اجربها طبعا. لما هتجربيها مش هتسيبيها ابدا ابدا. ايه ده؟ الو ستي انا. روحي قولي لي عملتي العمليه ولا لسه؟ لسه؟ وقول لي بقى العمليه دي من انهي صنف؟ من الصنف اللي بياخد ساعة واحدة ولا 3 ساعات؟ ساعة؟ منظر. قولي لي يا حلو أنا نسيت أقول لك إن أنا رايحة مع عليا. أيوة ست عليا جارتنا عند الخياطة. أروح؟ ما بتردش ليه؟ ها؟ طب اتفضلي. حاضر. بس ما قلتليش قبل كده إنك رايحة للخياطة. لا أبدا. لا روحي روحي بس ما تغيبيش. ايوه طيب
فينك بلاش؟ انت في محل محترم بتاع عائلات، بلاش كلام فارغ. ازيك يا فيفي؟ بونو. ومواعيدك كمان بونو. اهلا اهلا. اتفضلي. قلت لك ايه؟ لا كلامك مظبوط، 11 بالظبط. فيفي هانم اللي كلمتك عنها. وحضرته اللي كلمتك عنه كتير جدا، والباقي بقى تروح بعضيكوا بره، مع السلامه انا مش فاضي. اه من باب السحر. اه هو هو ده. فين فيفي؟ خرجت مع حشمت. تاكوسه جاي ورايا. وخايفه ليه؟ اثبتي شويه احسن ننكشف. باين عليه عصبي وحمش. مش ناوي يقف عليها الصقر، مش كده؟ ولا يهمك، خش انت. فيفي هانم يا فندم خلصت بروبتها ونزلت من نص ساعه. ازاي الكلام ده؟ دي قالت لي افوت عليها ايه؟ يا فندم استنى حضرتك كتير جدا، وبعدين بعت معاها الولد يوصلها لغايه البيت. متشكر جدا، متشكر جدا. تعرفي انا كنت حامل همها جدا، لانها زي ما انت عارفه على نيتها وعبيطه جدا. ده من بختك يا فندم. متشكر متشكر. انت بتقولي بعتي معاها الولد؟ ايوه يا فندم. ونزلت معاها بقى لها قد ايه؟ بقى لها نص ساعه دلوقتي. متشكر، برافو عليك. مع السلامه يا فندم. اتفضل. لا مؤاخذه، برافو عليك. مع السلامه. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. اتفضلي. انت ما رحتيش امبارح ليه؟ لا رحت. ما رحتيش؟ الحقيقة ما عرفش ازوغ من جوز. وبعدين في جوزك ده ما تخلصينا منه بأي طريقة. اهو بينفع. بينفع؟ طب هاتي العربون. لا هروح. امتى؟ وقت ما تحب. يبقى من هنا على هناك على طول. حاضر. انستينا يا هانم. اتفضلي. اتفضلي. مع السلامه. انستي شرفت يا فندم. الو زوجة. اهلا اهلا. علي يا هانم. انا زعلانه منك. ايه كان ايه الغياب ده كله؟ اولا اقدم لك سمنه. جارتي ومن اعز حبايبي. شرفنا يا هانم. اهلا وسهلا. علي قلبت دماغي من كتر الكلام اللطيف عن ست الدوسه. ست الدوسه لدرجه انها كنت عايزه اشوفك. علي هانم دايما في بالك. ابدا انا قلت الحق. على فكره سامية احسن موديلات البلد تلاقيها هنا، مفيش موديل تلاقيه بره ابدا ابدا. طلبات الهانم تحت امرك يا هانم. اه سامية عايزه تعمل فستان تواليت موديل ما يكونش حد لابسه ابدا. عينيا الاثنين. اتفضلي يا فندم اتفرجي على الكتالوجات. ماشي. اتفضلي. فرصة سعيدة جدا. اتفضلي يا فندم. نقي الموديل اللي انت عايزاه. مين دي؟ جارتي. حلو قوي. عجبتك؟ موديل جديد. ما عندكيش منه. برافو عليكي. لا 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 بس حاسه الاحسن دي مش سهل. ده انا دوسه. عارفاك. تروح فين هي ولا غيرها؟ متجوزه؟ متجوزه واحد دكتور. مين؟ تسمحي؟ ايوه يا فندم تحت امرك. ايه رايك في الموديل ده؟ موديل جنان خالص. الهانم عندها ذوق. اتفضلي يا فندم اوضه البروفات اخد لك المقاس. ميرسي. اتفضلي. علي مين يا فندم؟ هنا؟ ايوه يا فندم اتفضلي. يطلع زي الموديل كمان. ان شاء الله هيطلع اضبط منه كمان. لولا افندم اقدر اشغلك معايا شويه؟ اوي. طيب ممكن تكتبي؟ الهانم في البيت باستمرار؟ مش دايما. سبعه واربعين. البروبه هتكون مظبوطه بعد بكره ان شاء الله. تحبي اجيلك الصبح ولا بعد الظهر في البيت؟ اجيلك انا. 42. اصلي هروح اعمل بروبه لعلي هانم. المشوار يبقى واحد. اهلا وسهلا. انا من خمسة هكون في البيت. طيب يا ستي. 40. يا سلام عليك لو دخلتي مسابقة في الجمال. هكسب انا جايزة مش كده؟ مظبوط يا هاني.
زي ده كده، انما ده في شويه مصلحه. ان شاء الله المره الجايه كل غلط هيتصلح. مساكين الرجاله اللي هيشوفوكي لابسه الفستان ده، انا مش عارفه هيعملوا ايه. ومين هيشوفني؟ عجيبه قوي. ما بتخرجيش في الزيارات؟ فسحه؟ سينما؟ لوحدي؟ ممنوع، رجلي على رجل جوزي. وبنروح فين؟ بنروح سينما، بنتمشى شويه، ادي كل حاجه. عجيبه قوي يا سامي يا هاني. عارفه لو حد غيرك قال لي الكلام ده ما كنتش هصدق. ليه؟ بقى الشباب ده كله والجمال ده كله والشعر اللي كل لفته منه تخطف قلوب يتحبس في البيت. وليه يتحبس؟ ليه بتسميها حبس؟ سميها جنه. هي جنه صغيره صحيح، انما جميله عشان بحبها وبحب جوزي وبحب بنتي وبيتي. طب يا ستي ربنا يهدي سرك ويمتعك ويديك الصحه. بس نفسي اعرف بقى مين صاحب الحظ السعيد ده. تعرفي لو شفتيه هتحبيه على طول. اهو سامي هاني. اسمحي لي انا امشي دلوقتي. والله ورايا ميعاد مهم جدا وكنت ناسياه فعلا يعني. طب والقهوه؟ معلش تشربها سوا في المسرات. الفستان هيكون عندك بعد 3 ايام وكل حاجه هتتوضب. ارفع لك سامي هاني. ارفع لك سامي. كل حاجة هتتوقف. روحي انتي دفتين البروفات. البروفات جاهزة؟ جاهزة. اعملي انتي بروفات. ميمي كويس اللي لقيتك هنا. مالك يا حبيبتي مش على بعض؟ فعلا انا مش على بعضي، مش في حالتي الطبيعية. ايه حصل ايه؟ لسه ما حصلش. امال جرى ايه؟ هيحصل ايه؟ انا نفسي مش عارفة هيحصل ايه. انا نفسي مش عارفه هعمل ايه. انا مش فاهمه حاجه ابدا. في ايه؟ الست الزبونه اللي جابتها عليا هنا امبارح. ها؟ الزبونه الجديده. مالها؟ ست حلوه قوي، شيك، جسم، منظر، قوام، كنز هنكسب من وراه الوفات. فلازم تكوني جنبي عشان ترسمي الخطه معايا، وده موضوع لازم نتعاون فيه احنا الثلاثه. احنا الثلاثه؟ ايوه انا وانتي وحسين. مهمة للدرجة دي؟ أنا لازم أخرب بيتها، لازم أطربعه على دماغه، لازم أهده من أساسه، ولو دفعت حياتي تمن. اهتمامك ده مش طبيعي أبدا، لازم في حاجة تانية. يا جوز أنا دوز ولازم أوقعها. اسمعي يا ميمي، أنت بتشوفي حسين؟ أحيانا. أهو لما بياخد له كاسين بيدور عليا عشان يقول لي الأسطوانة إياها. طب اسمعي أنا عايزاه ضروري. ألاقيه فين دلوقتي؟ أفتكر في العوامة. أنت متأكدة؟ لسه سايباه. اسمعي ما تقولي. قلنا هتكلميني مش مسألة المحفظة دي اتقسمت. لا هكلمك في موضوع أهم من كده. اسمع، ممكن أبعتك تجيب حسين حالا دلوقتي من العوامة؟ سيرفي بس سر. سوري. خد راحة. كاريه اس. معلش متعوض المرة الجاية. مين عليك؟ العواير. فراج. هي فين؟ يمين. موجودة. شمال. اهلا دوسة. اهلا حسين. الراجل مدوني ده انا عاوز اشكيلك منه. ليه؟ ميمي. اهلا ميمي يا روح قلبي يا حبيبتي. اهلا اهلا. انت وحشاني وحشاني قوي. لحقت اوحشك. ايه لحقت توحشيني؟ ده انت توحشيني قبل ما تكوني وحشتيني. العواطف دي خلوها لبعدين، انا عايزاك في حاجه مهمه جدا. اهم من ميمي ما افتكرش ابدا. ميمي وبس. لا بس بلاش اوانطه. اوانطه؟ انا ما اسمحلكش تقول عليا اوانطجي. انا فعلا صحيح اوانطجي مع كل الناس، لكن معاكي مش ممكن اكون اوانطجي ابدا. حسين. عن اذنك يا ميمي. ايوه رزق. انت عارف انا عايزك ليه؟ ليه؟ ست متجوزه عايزك توقعها. ست متجوزه وعايزين اوقعها. وتفتكر يعني انا اخون ميمي؟ مش معقول اكون ميمي ابدا. ده انا صحيح اوانطجي مع كل الناس، لكن ميمي مش ممكن اخونها ابدا. عايزك دقيقه واحده. قولي لي هي حلوه؟ زي القمر. وعندها فلوس؟ اللي انت عاوزه حدهولك. طب احلفي.
وحياة رحمة بنتي. طيب والسن عندها كام سنة؟ ليه؟ آه مش لازم عاين الأول؟ أنا راجل بحافظ على سمعتي. سمعتك؟ الله سمعتي؟ أنت ما تشعر بسمعتي؟ ولا مش واخدة بالها من سمعتي. أنا راجل يا ستي طول عمري عايش بسمعتي. سمعتك هتكون محفوظة عند اللي تهمك طبعًا. مين؟ خلاص يقدر عاين إمتى بقى؟ سامية هانم شفتها طالعة في الأسانسير يا فندم. كده؟ أيوه. تبقى تقدر تعاين دلوقتي حالًا. هي سامية هانم دي؟ هي دي. تعالي معايا. فينا مين؟ أوامر حالك سامية هانم. بسرعة. أهلاً. أنا كمان بقول إيه النور المزهزه في العمارة دي كلها. أتاري القمر عندي. ميرسي قوي ما تأخذنيش أنا خيبة قوي في حتة الكومبليمون. أنا أسفة يا سامية هاني ما كلمت حضرتك في التليفون. ده أنا لأسفة. اتفضلي ده تحت. ميرسي قوي قوي. طيب بالمرة بقى الفستان فيه شوية حاجات صغيرة عايزة تنضغط. طيب أعمل لك بروبة؟ قوي قوي قوي. عن إذنك دقيقة واحدة بس عندي زباين تانيين. ممكن؟ خذ راحتك. يا حبيبتي دلوقتي انت حعاين وانا جر كلام وانا حفرش لكم فرقة. ايوه بينا يلا. من الناحية دي يكونوا مطمئنين جدا. الهدوم هتكون جاهزة بعد بكرة بالظبط. طيب ارجوك ما تتأخريش عشان احنا محتاجين لهم قوي. مش ممكن اتأخر طبعا. أرجوكي على فكرة الموديل اللي أنا لقيته واخدة بالك منه. ما حبش حد أبدا يلبسه غيري. مين بس أنت تطلبي حاجة صعبة جدا. في واحدة ست تعز عليا جدا نقت نفس الموديل. مين دي عرفة؟ ممكن تتعرفي عليها. سامي هاني. أفندم ميني هاني أنت حابة تتعرف عليك. أهلا. حضرتك ما تعرفيش تنقي غير الموديل اللي أنا نقيته بالذات. والله الموديل عجبني وأفتكر الفستان خلص خلاص. طيب بصي هاني تتصرف. وحضرتك ما تتصرفيش ليه؟ طب يا ستي لا احيه مش هلبسه. يلا سامية هانم تحت امرك. الست دي ما راحتش مدارس قبل كده؟ ليه يا فندم هي قالت لك حاجه زعلتك؟ لا احنا مش هنعمل بروفا. يا فندم تحت امرك البروفا اتفضلي. اسمعي معدمك يا روح فضره مكوه معدمك. الصبحية تفوت عليا نشرب الشاي سوا ونقعد مع بعض شوية. وش معنى يعني الصبحية؟ عشان ستي رايحة للحلاق. ها؟ ستك رايحة للحلاق؟ فليحيا الحلاقين اللي في الدنيا. تسمع ايه؟ من سلم الخدامين. لا ده وانت صادقة ده مش سلم الخدامين. ده سلم الحب والغرام. يوم عدمك. ايوه كده قطرين. مين؟ يا مش علينا قلبي ولا مراضية تطفيه. نظرة يا مطاف المكواجي نظرة. انا وحشة ستي تشوفي. ما هو منك. عارفه لو تطوعيني اروح الصبح اشتري الدبلتين واجي اقابلك من السلم العمومي واقعد اتكلم معاكي بدون ادنى اعتراض. ثانيه جبت لك القطه جايه نط خدي اختي المكواه. ايه ده يا بنت الرغي ده كله؟ ربع ساعه بتلغي مع المكواه ابدا. كان بيقول لك ايه؟ ولا حاجه. بتتفقوا على ايه؟ ولا حاجه. قولي اتكلمي. وان اصله حاطط عينه مني وهيخطبني. يخطبني؟ طب اتفضلي امشي على جوه. قله ادب متربيه صحيح. ايه ده الواحد يعمل ايه في الخدمين بتوع الايام دي؟ يبوس ايدهم. البت اتبهدلت قوي يا استهانم في بيوت الخدمة من 6 صباحا يعني قبل الترمية ما تمشي وهي صاحية بتخدم الصغيرة قبل الكبيرة. قلت اتجوزها وريحها من الخدمة. على اي حال هي بنت كويسة قوي وتستاهل كل خير. ده بس من اصلك يا استهانم. عزماني بكرة الصبح عشان كده. فين؟ عندها في المطبخ. وما تخافش من ستها؟ لا ما هي ستها رايحة بكرة عند الحلاق. يا ترى بتعمل شعرها فين؟ فورمة شعرها بتعجبني قوي. والله اذا كنت عاوزة تعرفي اسألك وقولك. بس من غير ما تخلي حد يعرف انك بتسأل. مش عيب استهانم. ليه هو انا جردل انا مقطف. طب خد العشان. ربنا يكرمك استهانم. هجيب لك علوان الحلاق واجيلك هوا. مستنياك. اوكي. انت مدهشه جنان خالص. شكلي ولا جسمي؟ شكلك. لا شكلك ولا جسمك بس طريقتك بس بجر الكلام. اسمعي انا رايح دلوقتي الدوسه واول ما تعرفي عنوان الكوفير تديني خبر. انت فاهمه؟ بس كده من عينيا. اروفار. كل اخبارهم هتبقى عندنا. هتبقى عندنا؟ ما بقت عندنا خلاص. الوادي المكواجي معزوم بكره الصبح عندهم على الفطار الساعه 10 لان في الوقت ده الست حتكون عند الكوافير. كده ألفة اشترت في الجزير امبارح ب 220 جنيه. ما تيجي معايا تتفرجي عليها النهارده؟ مش هقدر. ليه؟ وراكي ايه؟ عندي مشوار مهم للنيابه. نيابه؟ كفالة الشر. ورايحه النيابه ليه؟ هشتكي واحد دكتور يا ست.
جنابه استفرد بيا امبارح في العياده وهات يا مغازله وهات يا عواطف، انما كان في منتهى قله الادب. اما سافر صحيح، واسمه ايه الدكتور ده؟ الدكتور محمود رمزي. ازاي كلام زي ده يدخل دماغك؟ مش عارفك انهم بيتكلموا عني عشان قالوا اسمك. مفيش محمود رمزي في الدنيا الا انا. كتير بس كلهم دكاتره. ده انت من امتى بتشك فيا؟ طبعا انت هتعترف بغلطتك مش ممكن. لا بقى انا ما اسمح لكيش تكلميني بالله جادي ابدا. انا متاسفه يا سيدي، حقك عليا. انا اصلي غلطانه اللي ما عرفتهاش بنفسي في الساعه واجهتك بيها. دعاي بقى وفهينا قدام الناس. ها مش هدع لما هشوف حاجه ثاني مره هبتكلم بصوت واحد. هتكلم بصوت واحد من امتى بس بتحلف؟ عشان ما فيش حد يسمعك. الحريقة قادت في البيت، اخبارهم عندي اول باول. وايه اللي عرفك؟ سونا. سونا؟ ان كان لك عندي حسين حاجة قول له يا سونا. وسونا عرف منين؟ اصلا صاحب المكواجي، والمكواجي مصاحب الخدامة، والخدامة لها ودا. وه 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 وه. بس الشطارة بقى ان الحريقة دي تفضل مشعللة. ما تخافيش انا حرميلك على النار بنزين. اسمع يا ميل. يا حضرت افضل، مش حضرتك الدكتور محمود رمزي؟ ايه في حاجة؟ الحمد لله اللي لقيتك. خير؟ لا مؤاخذة، واحدة ست عيانة حالتها وحشة قوي وكل رجاها فيك بعد ربنا. والله انا تعبان، شوف دكتور ده. الهي ما يرميك في ضيقة، اجبر بخاطري وخاطر العيانة، البيت مش بعيد. طب سيب العنوان وانا بكرة صبح بعيد. ان كان ضمير سيادتك استريح لكده انا راضي. طب اتفضل. الله يخليك، الله يطول عمرك. الله يخليك يا دكتور. تلاقيه في المستشفى. لا يا هانم مش في المستشفى، بعد شوية هكلمك انا تاني واقولك هو فين. ده انت صحيح على نياتي. الو 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 المستشفى، اديني الدكتور محمود رمزي. مش موجود؟ ميرسي. متخابط الاطباء، دكتور محمود ما جاش يا فندم. دكتور محمود مش موجود يا فندم. لا والله يا فندم مش موجود. الدكتور محمود رمزي مش هنا يا فندم. الدكتور محمود؟ لا والله مش موجود. مامي مامي. ازيك يا سمير؟ غليلك رشيد؟ لا مش كده. رشيد اتعلمناه في المدرسه. لا يا ست دماغك على الاله القائله. بس تغلبويا ليه؟ روحي نامي يلا. ما البابا فين؟ زمانه جاي. انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ امشي روحي نامي يلا. نشيد ده انا اللي هغني له نشيد امريكاني في السرمانك. يا دكتور.
مش اكتر من اجهاد يا فندم. كل اللي يلزمك شويه راحه وتغيير هواء، و انصحك تبطلي السهر ومستلزماته. الهانم بتشرب كتير مش كده؟ مش كتير قوي. بلاش تشربي خالص. اللي انا بكتبه ده مش روشته بالمعنى المفهوم، ده حبوب عشان تقويه، عشان فتح شهيه مش اكتر. وعلى كده اقعد في البيت ولا ممكن اشم الهوا شويه الليله؟ لا تقدر تشم هوا. وطريقه حضرتك منين؟ بالزمالك. جنان. على كده بقى ممكن حضرتك توصلني لاول شارع الجبلايه ازور اختي. لو كان فيها احراج بلاش يا دكتور. والله يا فندم كتر خيرك. ميرسي قوي قوي. عن اذنك بس. ميرسي. عن اذنك البس هدومي. يعني دي عشان موديل الفستان. ميمي. ايوه يا فندم فاكراها قوي قوي. ايه مالها؟ لا ابدا ما فيش. اتفضلي. ميرسي. امبارح شفتها بالليل وهي راكبه جنب جوزي في العربيه، واتصلت بيه تاني في التليفون. انا عندي شك ان هو في صله بينها وبينه. صله؟ ايوه. طيب والخدمه اللي اقدر اديها لك انا ايه هي يا سميه هاني؟ لا ابدا ما فيش حاجه، بس تعرفيني بيها واكلمها عشان ابعد عن طريقه. طبعا. ايه؟ اعرفك بيها؟ انا ممكن اعرفك بيها او ما عنديش مانع ابدا، لكن سامي هانم انا يتهيألي التصرف اللي هتتصرفيه ده هيظهرك بمظهر الضعف، وهيدي فرصه للتانيه ويخلي عندها امل في جوزك. امال اعمل ايه؟ اسمع سامي هانم. افندم. انا اللي اعرفه ان خطيبها بيحبها جدا، بيغير عليها بشكل فظيع، وهو الوحيد اللي هيقدر يبعدها عن طريق جوزك. تحبي اكلمه؟ لا لا لا، انا واثق في كلامك كويس قوي. طيب ممكن تفوتي عليا الساعه 5 النهارده واخليكي تسمعي الحديث اللي بيني وبينه بودنك؟ احاول. طيب انا في انتظارك الساعه 5. رفاري سامي هاني. كفايه لحد كده. انا ما اسمحلكيش لفايه على خطيبتي تقوم بكده. ده مش كذب يا استاذ حسين. ارجوكي بلاش كلام فارغ. انا متاكد من ميمي كويس ودارس اخلاقها. اولاد الحرام كتير يا اخويا. مش بعيد يكون حد ضحك عليها، لفق لها حاجه، بلاش. مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده ابدا. طيب ما تزعلش مني. انا ذنبي ايه؟ انتوا زبايني والست زبونتي، والست نفسها موجوده هنا، تحب تسمع منها؟ حاضر. ثانيه هانم. ثانيه هانم. اتفضلي. قولي له بنفسك يمكن يقتنع. الكلام اللي بتقوله ده سهانم ده صحيح.
انا شفتها بنفسي وهي راكبه جنب جوزي. ايه مؤامره عاملين عليا انتوا الاثنين؟ يا حضره استاذ حسين من فضلك. يا استاذ حسين، الست اللي قدامك دي ست متجوزه خايفه على مستقبلها وعلى جوزها. ارجوك تقدر موقفي كويس. لقيت نفسي هبقى لوحدي وجوزي هيروح مني، فما لقيتش حل الا نسيب بعض وكل واحد يروح في طريقه، ودي حاجه ما اقدرش اعملها ابدا عشان خاطر بنتي. فلجأت لحضرتك وقلت يمكن الاقي الحل اللي هيرجع السعاده لزوج وزوجته عشان خاطر طفله صغيره. يا هانم من كلامك عاوز اصدق لكن مش قادر اصدق. تأثرك ولهجتك والعطفه اللي انت بتتكلمي بيها زعزعوا الثقه في اخلاق خطيبتي. انا متاسفه قوي لكن دي حاجه غصب عني. على العموم انا نفسي اشكرك لكن ارجوك اديني فرصه لغايه لما اتاكد، وارجو ان يكون الكلام ده مش حقيقي ونطلع احنا الاثنين كسبانين، انا خطيبتي وانت جوزك. يا ريت. بس ارجوكي الكلام اللي حصل بينا دلوقتي ما يطلعش عننا احنا ثلاثه لغايه لما اتاكد كويس وهسيب لك خبر عند مدام دوسه. انا متشكره قوي قوي. اوصلك يا حبيبتي. ما تتضايقيش. لا برافو عليك يا واد. وعليك انت كمان. اتقدمت في التمثيل قوي انت. ده انت بكره هتشوفيني لما امثل ادوار الحب والغرام. بكره نشوف. اثبت. المكواجي جاب المكوى. اضرب له تعظيم عشان جاب المكوى؟ لا احيا جوه. اصل لا الصرف ده في البدله. هات. اتفضلي يا عفو. خش جوه يلا. حاضر. طيبه دي والله هتتجنن. فاتتنا حاجه مهمه قوي. ايه هي يا شو؟ كان لازم نكتب كلمتين على ظهر الصوره قبل ما توصلها. تبقى مكشوفه يا حضره، حلاوتها كده. اسمع. ايه؟ سامع صوت رجل بره على السلم. استاذ وريني بقى الحداقه والفحلاوه. ايوه بس احنا لازم نسند بعض. لا يا حبيبي انا هستخبى واسيبك انت تتمتع. طب تعالي خليكي تعالي. استخبى ايه؟ اسمع حاضر. اسمع خد حاضر حاضر حاضر. دوسه هاني موجوده؟ موجوده انت هاني اتفضلي. اهلا سامي هاني. اهلا وسهلا. هي دوسه هاني مش موجوده؟ والله هي كانت موجوده وخارجه تاني. رجع حالا. الله. لا 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 هي سايبه الشنطه بتاعتها. اتفضلي. ميرسي. هي دوست هاني ما قالتلكش على حاجه؟ قالت لي ويا ريتها ما كانت قالت. هي الصوره مكتوب عليها ايه؟ مع الاسف مش مكتوب عليها حاجه. والله انا محتار مش عارف مين فيهم اللي غلطان، جوزك ولا هي؟ هي طبعا. انا متاكده من حب جوزي ليا. هي اللي بتضحك عليه، هي اللي بتغريه. تسمحي لي يا سامي هاني بسؤال؟ اتفضل. انت بتحبي جوزك؟ طبعا. امال ايه اللي بيخليني اعمل كده؟ بيتهيألي انه هيروح مني. في الواقع انا مش صعبان عليا نفسي، اللي صعبان عليا انت. هعمل ايه اكتر من كده؟ تسلمي امرك زي ما سلمت امري. انا هكتم الجرح اللي في قلبي وربنا يوفقني بنت الحلال اللي تقدر تنسيني. ولاد الحلال كتير واللي بيعمل طيب بيلاقيه قدامه. ما تتصوريش يا سامي هانم الامال اللي كنت بانيها في حياتي الجديده مع الست دي كلها راحت في الهوا. لكن اعمل ايه؟ انا اسف اذا كنت بضايقك في الحديث. لا ابدا. احيانا الواحد لما يقول اللي في قلبه يرتاح. لكن اتكلم. انا شايف ان الجو مش مناسب للكلام هنا. جو ايه؟ قصدي عندك مانع نطلع؟ نطلع فين؟ في التراس. حيث منظر جميل ومسلي خالص. لا 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 هنا كويس. بالعكس وايه الفرق بين هنا وهناك؟ اطمني. لا ابدا. اتفضلي اتفضلي. قالت لي مره انها تحب منظر النيل فاشتريت لها العوامه دي على طول. ودفعت فيها مبلغ كبير. لطيفة جدا. كان كل همي ان ارضيها
وكان جزائي منها زي ما انت شايفه. انا اسفه، انا سببت لك في الالم ده كله. ده قلب الطيب ونيتي كويسه هما السبب في ده كله. مدام لوسه اتاخرت وانا مش قادره استناها اكتر من كده. زمانها جاي حالا، ما حدش يعرف ان انا خرجت في البيت ولازم ارجع حالا. نفكر ازاي نجر رجلها تاني هنا. فكري معايا. اقول لك انا ازاي يا حسين. اسمعي، سيب انت الموضوع ده عليا، ده انا دوسه. فاهم يعني ايه دوسه؟ Bye.
مساء. لازم اروح. لازم اروح. هتروحي بس لما تفوقي شوية. لما ايه؟ لما تفوقي شوية. انا لازم اروح. حاضر. حسين وصلها. تعالي يا حبيبتي تعالي. كنت هتشوفي حاجات حلوة قوي فوق. تعالي. صحيح. ايه؟ على مالك على مالك. كنت فين يا ماما؟ كنت فرح يا حبيبتي. انا خفت عليكي وقمت مفزوعه من النوم. ليه يا ستي انا؟ اصل حسيت ان انت كنت ماشيه على الكوبري، رميتي نفسك في الماي، الناس اتلموا طلعوكي كل هدومك متعصبتي. طب روحي نامي دلوقتي. اكلم معاك يا ماما؟ خشي اوضتك دلوقتي. حاضر يا ماما. صباح على خير. تصبح على خير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله اللهم نجنا يا رب العالمين. انت فين يا سمية؟ مسافر صحيح، لكن ما تنسيش ان انا امه واني عايشه معاكم في البيت. انا هخبي الخبر ده عن محمود وما احبش ان الحكايه دي تحصل تاني ابدا. فاهمه؟ انت عارفه هو يعمل ايه لو عرف. مش يا تنين. تسلم ايدك يا رب. ربنا ما يحرمنيش من حلالك يا محمود. ماشي يا حبيبي. بس خايفه اكون معطلك عن شغل. شغلي ده انت عندي اهم من الدنيا كلها. نفسي تقول الكلام ده لسامية. سامية؟ بمناسبة ايه؟ سامية متغيرة قوي اليومين دول. دايما سرحة وما بتاكلش ابدا. انا برضو ملاحظ كده يا نينا. معرفش ليه. حصل حاجة وانا مسافر؟ ابدا. متهيألي ان حد عمل لكو عمل. عمل. طوع امك واسمع كلامها. اسمع، عاوز اقول لك كلمتين حلوين تخلي ساميه تشعر انها عقلك وروحك وقلبك وانك ما بتفكرش الا فيها لانها مراتك وام بنتك. ما تخليش البنت ده هي ابدا تزعل. Thank you.
انت ستونة ولا ايه؟ ها؟ ارجوك مرة تانية ما تطلبنيش هنا خالص. بس ما تزعليش يا ست، انا مش عايز منك حاجة، انا بس عايز اسمعك حاجة عشان تفكرك بحاجة. دي واحدة مهمومة وبتعيطي ليل ونهار. ما فيش حاجة. طب ما تعيطيش قومي اخرجي. اخرج فين؟ شمي شوية هواء، روحي لواحدة صاحبتك. قومي قومي تعالي.
ايوه يا ستي انا وحشاني وحشاني موت. ايه لو يتصرف فين الليله كده بس يا توني بس. لا 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 مش انت ده الكلب. النهارده السهره بقى للصبح. انا جيلك حالا حالا دلوقتي كده في السكه. مش احب انك تتعبي نفسك بالشكل ده. عايزه التسجيل كنت تقدري تطلبيه مني. يعني مش هو ده؟ انت اتكلم. فين الشريط؟ هيكون فين غير معاك؟ خايفه منه؟ يا جبان يا عديم الضمير. لا 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 ارجوكي انا اقبل منه كل حاجه. ايه حكايه عديم الضمير دي؟ انت اللي تايك عنده ضمير. انت اللي تايك لازم تضرب بالنار. اسمحي لي اقول لك يا سامي هاني من الغلطانه. كنت غلطانه لما وثقت فيك. كنت غلطانه لما صدقتك. عملتك دي ما يعملهاش غير الكلاب امثالك. يا سامي يا هانم انا هكون مؤدب معاك للاخر. انت اخر انسان يتكلم عن الادب. اذا مش هنقدر نتفاهم. لا هنتفاهم كويس قوي. عايز كام؟ التسجيل اللي تحت ايدي ما يتقدرش بثمن. يعني ده ملكي وانا حر التصرف فيه. حرام عليك. عايز تخرب بيتي. انت ناسي ان انا ام. غلطه وغلطه. انت مكيش ذنب في اللي حصل. امال مين؟ جوزك هو السبب. هو اللي دفعك لكده. كان بيعاملك معامله ما تتحملهاش اي ست في الدنيا. انت كنت في نظره زي اي حته موبيليا مرميه في البيت. يا دي عيشه اللي انت عايشاها دي. انا راضيه بالعيشه دي. انت فاكره ان انا بهد بيتك؟ بالعكس انا عملت كده عشان انقذك من السجن اللي انت عايشه فيه. عشان امتلكك. انا بحبك. بحبك يا ساميه حب خارج عن ارادتي. ما تستغربيش. تاكدي ان انا انسان كويس وطيب وشريف. وازاي تسمح لنفسك تحب واحدة متجوزة وعلى ذمة راجل؟ فاهم يعني ايه على ذمة راجل؟ فاهم. بس انا عايزك تفوق روحك وتشوف الراجل اللي انت على ذمته بيعاملك ازاي. انسان مش شاعر بوجودك ابدا. مش شاعر بالزهرة المفتحة قدام عيني ديت. هيسيبك لغاية لما تتبلي وهيكون هو أول واحد هيدوسك تحت رجليه. عاملة مربية لأمه وخدامة له ولبنته. هي دي حياة ديت. بس أرجوك ما تتكلميش. دي حاجة لا بإيدي ولا بإيدك. ربنا هو اللي بعتني ليكي وقابل نظراتي بنظراتك. بص لعينيا هتشوفي فيهم الاخلاص اللي ما اتخلقش والحب اللي ما توصفش. انا حبيتك ومستعد ادوس على الدنيا كلها لكن ما اقدرش ادوس عليكي انت زي غيري ما عمل. ارجوك ما تحاولش تاثر عليا بكلامك ده. جوزي ممكن اصلحه وارضيه ونعيش عيشه سعيده انا وهو وبنتي. اللي اهملك مره هيهملك التانيه. ثم انت وحدانيه ومالكيش حد. ده راجل والحكم في ايده. كلمة منه روحي وانت طالقة هتبص تلاقي نفسك في الشارع في بحر ملوش قرار. أرجوك كفاية كلام بقى. أنا ما بحبش الكلام. أنا بحب الفعل وهثبت لك. اتفضلي. آدي الشريط أهو هحرقه قدام عينيك عشان تصدقي إني بحبك. Thank you.
اشرقت الانوار. هيا يا حبيبي من قدك. ان جت الحق انا مبسوط قوي. يا اخوان انت حكايتك ايه بالظبط؟ بتسحر لهم ولا بتسحر لهم؟ اول ما اكتبت في تباديلك انا شايفك. دي شهاده اعتز بيها، انت لازم تكتبيها بخط ايدك. بايدي؟ ايه ده؟ الشريط؟ ايوه. حاجه عجيبه قوي. وكيف حرقت؟ مستند زي ده بالظبط يحرقه؟ دخلت عليك انت كمان؟ ده شريط فاضي حرقته عشان اثبت لها حبي. اه يا شيخ خبطتني. طب والتسجيل الحقيقي فين؟ في المحفوظات. طب اديه لي بقى. لا. ليه؟ اسباب فنيه. اقدر اعرفها؟ طبعا. انت عارفه ان الشريط ده صوتي متسجل فيه، ولي ست متجوزه، ولو حد سمع صوتي بدل ما اخد الشهاده منك هاخدها من محكمه الجنايات. ها؟ لا ده الشر عليك يا حسين. وانا يخلصني الشريط ده هيكون عندي انا، مش هيقع فيه حد ابدا. طب وليه ما يفضلش معانا؟ انت مش مؤتمني ولا ايه؟ بالعكس ده انت كلك امان. طب اذا هديه التسجيل؟ والله انت تديني فرصه افكر. تفكر. طب خليك فكر على راحتك. ايه؟ انت زهقتي ولا ايه؟ ابدا. ودي حاجه تزعل؟ ايوه بس نتفاهم اذا كان في حاجه مضايقاك. هنتفاهم على ايه وهتضايق على ايه؟ انا مش عايزاه. خد راحتك يا حسين. ما كنتش كده. مش كده؟ ايوه. وانت ما كنتش بتهملني زي دلوقتي. بعملك شغلي بيضطرني لكده. لكن انت في البيت. الله. لازم تقعدي في البيت. انا والله ما اقدرش اديني الزنقه السودا الرابطه المهببه دي في البيت. البيت ده شغلتك تفهم ولا لا؟ ثم انا عايز استعمل اكتر من كده. والله اللي انت عايز تعمله اعمله. يعني ايه؟ يعني اذا كانش عاجبك العيشه دي طلقني. ايه؟ اطلقك؟ ايوه. وقلتيها يا سامية؟ ايوه. طيب المفاجأة الجميلة دي. مفاجأة مش على البال مش كده؟ بالعكس دي على البال قوي. هو في على البال غير ميمي؟ انا صحيح منطقي مع كل الناس بس يعني اسطوانة شبعنا منها. ايوه بس انا ما شبعتش. من ايه؟ منك يا حبيبتي. كده اهو كلام. كلام؟ الا كلام. طب اسألي قلبي. قلبك مليان. واحدة بس. مين؟ انت. لو طلبت منك حاجة تديها لي. اطلبي يا روحي. التسجيل. ها؟ ايه؟ طلعت روحي. باقي على الست للدرجه دي؟ جايز. والاتفاق نسيته؟ فكرت لقيت نفسي غلطان. كده بقى عايز الست تكون تحت امرك تملي. اسمعي انا ما بشوفش الست دلوقتي، اطمنتي؟ طب دي تسجيل يا روحي. ارجوك مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده تاني. ايه؟ مصمم؟ ايوه مصمم، وعايزك تبلغي دوسه الكلام اللي حصل بينا. جبت التسجيل؟ لفيت معاه من كل ناحية مفيش فايدة. والحل؟ ها الحل معاكي انتي. هو ما بيقابلهاش. ايه كذاب. مش عرفك؟ لسه
لسه دلوقتي شايفاها داخل عنده في العوامة كده. يعني بيحب. هما الاثنين هوديهم في داهية. يا سلام، انا دلوقتي سعيدة، حاسة ان انا كنت زي الطير المحبوس، عايشة مع انسان بجسدي مش بروحي. اما كان بيكلمني بحس ان الدنيا مسدودة في وشي، صوته، كلامه، معاملته، بحس انك انت مش هو. ما تسيبنيش يا حسين، ما تسيبنيش، خليك جنبي. نسيني العذاب اللي كنت فيه، نسيني اللي كنت زي اي حته موبيليا في البيت. وهو هيعمل ايه؟ هيطلعني طبعا. طلعني؟ ده يوم المنى يا حبيبي. صحيح يا حسين، اسعد ايامي وايامي انا كمان، ايام الحلوه اللي حبتيها معاك. عارف لو تسيبني مش هموتك، لاني ما اقدرش اموتك. انا بحبك قوي يا حبيبي. مش قادر اتصور اليوم اللي هتقابلي فيه جوزك عشان يشوف بنته. حاسبها له، ما اقدرش ازعلك ابدا. حبي لك فوق الدنيا كلها يا حبيبي. انا قلت مفيش خروج الليله، يعني مفيش خروج. ومعادي مع الخياطه اعمل فيه ايه؟ يتاكل. انا بنت افهم ايه اللي مضايقك من المروحي بس هناك؟ يا ستي بنتك عيانه لازم تقعدي جنبها. الخياطه دي عندها بيت، عندها تليفون. اعتذري لي، انا كنت متحافظه على المواعيد. حاجه غريبه قوي. اصل في حاجات مهمه قوي في الفستان لازم اوريها لها بنفسي. انا سهران الليله في المستشفى، لازم تقعدي جنب بنتك. افهمي دي كويس. الو، الدكتور محمود رمزي يا فندم. حضرتك اسمع يا فندم، تحب تعرف مراتك بتخرج كتير ليه وبتروح فين؟ اي اتفضل شوفها الليلة الساعة 8:30 في شارع الجبلاية، عوامة الف ليلة، هي وعاشقها. انت مين؟ الو الو. اهلا دوسالك خطوه عزيزه. مالك معتم كده ليه؟ متضايق. من ايه؟ من نفسي، من ناس. هو انا يخلصني اشوفك زعلان او متضايق؟ انا مش هتعتع من هنا الا لما تروق وتحلى. مش محمود قال لك ما تخرجيش؟ انا لازم اخرج، دي مش اوامري. ما تسويش العندي يا سامي، ما تطوعيش الشيطان. انتوا فاكرين انها صغيره؟ اشمعنى هو بيخرج وبيجي محدش بيقول حاجه؟ انت بتلعبي بالنار، واللي يلعب بالنار يتحرق. يتحرق يندع. انا لازم اخرج خلاص. اهلا اهلا سامي، وحشاني يا حبيبتي، وحشاني قوي. انا مش هقدر اقعد معاك كتير. ليه بقى؟ عشان بنتي عيانه ولازم اقعد جنبها. يا سلام على حظ الوحش، ربنا يشفيها. يا رب. قولي لي هتقعدي معايا لحد امتى؟ لازم امشي دلوقتي حالا، انا كفايه شفتك ليلك. هو ده معقول تيجي كده من غير ما تشرب معايا كاس واحد؟ الله، ايه ده؟ تنور اتطفى، عشان تفضلي جنبي ما تمشيش، اصل انا بخاف من الضلمه موت. لا والنبي والنبي تعالي بس. يا سلام، لا تعالى بس. طب ثانيه واحده بس عقبال ما اولع اللمبه بقالي حالا. اصل انا بعمل احتياطي في كل حاجه، النور ينطفي اللمبه ولع اموت انا في نور اللمبه. تعرفي انا متهيألي الراجل اللي اخترع الكهرباء ده عمره ما حب. هو في اجمل من اللمبه ونور اللمبه. لسه مصممه انك تخرجي؟ ايوه. لا ما انتش خارجه من هنا الا لما يجي جوزك ويشوفك انت فين ومع مين.
جوزي؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ ده مش فارغ يا استاذ حسين. محدش منكم انتوا الاثنين هيقدر يتحرك. جه وقتي. جه وقتي علشان انتقم. انا هعرف ازاي اخرجها. يعني ايه؟ مؤامرة عاملينها ضدي. عملت لك ايه؟ طلعتك في ايه؟ موتتي بنتي. انا؟ ايوه. خدتي مكانها. وهي اللي كان لازم تاخد مكانك. انا مش فاهم حاجة ابدا. انا برد الجميل لجوزك. جوزك اللي ما كانش عايز يتجوز بنتي انا علشان بنتي توته. يجي يتفرج النهاردة على شرفه اللي بيترمخ في التراب اللي كان خايف عليه من بنتي انا. انا ذنبي ايه؟ ايه اللي جنيته؟ انت اللي خدتيه منها. انت اللي خلتيها انتهت. ارجوك سيبيني خليني اخرج. مش ممكن. هتخرج. سيبيني خليني اخرج. مش ممكن. اخرج يعني ما تحاوليش انك تخرجي. سيبيني اخرج. هتخرجي. اوعى خلينا اخرج يا مجرمه. خربت البيوت. مش هتخرجي يعني مش هتخرجي. مش هتخرجي. ما جاتش فيا. سيبيني اخرج. لا مش هتخرجي. عايشه
كانت تضحكي فيها الوقت بعد ما مات. خنتيني، كنت شرفنا وكرامتنا. مرمست سمعتك في الوحش، وجات عيات الوقت في كل سنة. تفضلي. تفضلي يا أخي. أنت طالقة. اتفضلي. المريانة بتاع الست الصغيرة، أنا خليتها لها ألاقة. يا ألاقة. ازيك يا سم؟ عرفته لما اترميت في المستشفى، لان مهمتك انتهت وانتهت حياتي معاها. لا زوج ولا بيت ولا دنا. انا حياتي ما بقتش تهمني. انا لازم اموتك واموت نفسي عشان اكون عبره لاي زوجه تخون جوزها. ابدا يا ساميه، انا لازلت عند وعدي. يعني وعد حبي، حبي ليكي مش ممكن يزعزع ابدا. انا اذا كان ظروفي ما سمحتليش اني اشوفك فده غصب عني مش بايدي، لكن احلف لك اني بحبك. ارجوك صدقيني، وأرجوك كمان تسامحيني. تعالي يا ولدي، تعالي. تعالي. شفتي ازاي مش قادر تكلمي كده؟ عشان واثقة من حبي. سامحيني. أنا مش هتخلى عنك أبدا. هعيش جنبك. زوج وزوجة. بس على الاتنين الموجود. مش ده اللي أنت بتتمنيه؟ أنا ما تحاوليش تكلمي. وأنا كمان مش هتكلم خالص. دلوقتي حاسبك لك ربي. حاسبتهولك حالك. جلسة.
طالب برأس تلك المتهمة. قضية نمرة 862 سنة 955 عوض محمد 10 سنوات مع الشغل، إبراهيم الأسيوطي 5 سنوات مع الشغل، فهيم عرباوي براءة. القضية نمرة 117 سنة 955 سامية زهني براءة.